وهنا أقول بشكل وضيح واضح وصريح جدا، خلال فترة حرب الاستقلال التركي أيا كانت القوى المليئة المناضلة عن أرض الأناضول في تركيا، فإن حماس هي نفسها، لا فرق بين هذا وذاك. كلامي هذا له بدله، نحن ندرك هذا جيدا، لا شك أن ندرك هذا في وقت كهذا، نعلم صعوبة الصدح بالحق والحقيقة، لكن ليعلم العالم كله وليدرك العالم أنه لا محاولات الاغتيالات ولا محاولات الانقلابات ولا هجماتكم الاقتصادية ولا حملاتكم التحريضية لن نخضع لها ولن نستخذي. طيب أردوغان.